السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير. صلوا على الحبيب وعلى اشرف الخلق نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. شيء ثاني يا جماعة الخير، مثل ما انتم عارفين في الحلقة اللي فاتت جتنا رسالة من شخص مجهول، والشخص هذا طلب مننا بعض التحديات وشرط علينا بعض الشروط. قررنا احنا نوافق ونتخذ هذه التحديات ونتحداه. التحديات كانت شوي غريبة ومن نوع مختلف. حاولنا نحصل حل انا وبدران وبدر، وكانت بعض الحلول حرفيا صعبة، استغرقت منا ما يقارب 4 أو 5 ساعات. المفروض يا جماعة الخير ان في حلقة نازلة من زمان، ولكن تعرضت لوعكة صحية ودخلت له على الإيميل وتواصلت معاه وقلت له أني ترى أنا أمر بوعكة صحية، طولت معاي والله يمكن خذت مني 9 أو 8 أيام ما أقدر أتكلم ولا أتنفس. فاليوم الحمد لله رجعنا لكم بالصحة والعافية. عندنا التكملة في تحدي طلبه مننا قبل فترة، اللي هو يا جماعة الخير لنجمع مبلغ 16,000 ريال خلال 3 أيام. شكرا، بل التحدي الحقيقي هو أن تنجز المهمة المطلوبة خلال 6 أيام فقط. تجمعون مجموعة مبلغ 16,000 ريال. حنا الثلاثة نجمع مبلغ 16,000، ولكن شلون وفي كم يوم؟ برضه كان يحتاج مننا بس 6 أيام. قلت لازم أتخذ بعض الإجراءات اللي ممكن تجيب لي فلوس وبشكل سريع، يعني أنت قدامك بس ممكن 5 أو 6 أيام وتجمع مبلغ 16,000 ريال. ترى الموضوع صعب، وفي أحد من شروطه أنك برضه ما تتواصل مع أي شخص تطلب منه فلوس. كده موضوع عندي كثمت بدران، عندك براند أنت حاول أنك تبيع وتجمع لنا فلوس من البراند حقك، وأنا راح أنزل الآن للبيت وبيع الأغراض اللي داخل البيت. ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. بقلنا شوي ونوصل 1,000,000 متابع. وجتنا جماعة خير تحذير من يوتيوب. والله العظيم شو سوي، انت تعرفون السبب التحذير صح؟ الحمد لله، ولكن مستمرين بإذن الله. صح ستقول لك ثواني، تراكم في الأشياء هذه. الله، شوف هذا درع مين؟ هذا حق هذاك ودبي. هذا الدرع 10 مليون، توزعت منه لحد الآن نسختين من هذا. هذا طبعا مثال، النسختين هذه لمين؟ للمشتركين داخل القناة، راح نسحب المشتركين. اشترك واكتب كومنت وحط لايك وتابع المقطع بس استمتع معنا. يلا ننزل نبيع الأغراض اللي تحت. تحدي اليوم لازم نجمع مبلغ 16,000 ريال، والمبلغ هذا راح يجمعونه 3 أشخاص، أنا وبدران وبدكس، ولازم نجمعه قبل الموعد المحدد. مقطع اليوم حرفيا راح يكون متعة بشكل ما توقعنا. أول شيء الربع، قررت اليوم إني أعرض اللوحة والسيارة للبيع، وبرضه السيارة الثانية جماعة خير أعرضها للبيع. شو السبب؟ بيعتها أو مثلا نبيع اللوحة مثلا ونبيع السيارة ونبيع كذا شغلة راح تقفلنا المبلغ المطلوب اللي انطلب مننا في التحدي. هذه مهمتي حرفيا، ولكن كيف نبدأ وش نسوي راح أعلمكم. راح يكون فيه يا جماعة الخير شخصين يبيعون، أنا وبدران، ممكن شفتوها في المقطع اللي فات، وبدكس راح نتواصل معاه في الأشياء اللي نبغى نبيعها، لأن على حسب كلامه يقول والله ما في شيء سامة أقدر أبيعه، ولكن لازم نجمع مبلغ 16,000 خلال 24 ساعة. يلا خلنا نبدأ. والله إني متحسف على السيارة إنها بتروح، قسم بالله العظيم. لكن شو أسوي؟ شو أسوي يا جماعة الخير؟ لازم 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 نتخلص منها بسرعة. أول شيء راح نسويه وش هو؟ راح نروح يا جماعة الخير اللي هو التشليح. 320 راح نبيع تشليح، و500 راح نشوف للزبون. آخ ما في ولا سيارة. فكنا بنروح طبعا تعال شوف كمية المفاتيح حقيقة ما في إلا مفتاح واحد استخدم، مفتاح السيارة ثاني مفتاح البيت. قيادة السيارات اللي بالجير العادي أقسم بالله العظيم يا جماعة الخير إنها متعة، متعة لأبعد درجة. تعال شوف وش اللي ورا، فرشة حقت المرسيدس. نطلع الآن. تراني شفت تحرياتكم في الكومنتات، وفي كومنتات حرفيا يعني في ناس والله العظيم يكتبون في الكومنتات أذكياء لأبعد درجة، يعني ما توقعت إنهم حرفيا يحللون في بعض الأشياء لكذا الدقيقة. يب والله العظيم أهنيكم بما تعنيه الكلمة. طيب خل نروح نشوف بدران وش قاعد يسوي الآن، وعلى ما أوصل للتشليح. أهلا بدران، السلام عليكم. باقي لنا 14,000، أنت وش بعت وكم قدرت تجيب؟ أنا سويت كود خصم بالبراند مالي خلال 24 ساعة ونزلتها فيديو تيك توك، ووصل تقريبا 30-40,000، بس المبيعات حلوة، أنا أشوفها بالنسبة لي حلوة. المبيعات 250 دينار تقريبا، دزيتها لك واتساب 250 يعني 2500 ريال، 2600-700 ريال، هذا اللي قدرت أجمع صراحة. وراني ياك رداد والله بسجل، والله رداد عندي ما تكفى. كم تعطيني عليها؟ والله يعني كم ممكن نقول؟ اجيب لك السعر، السعر اللي يقول مناسب يعني يمكن كم؟ تحب اجيب لك السعر المناسب؟ حدود 4-5 الواحد ولا الاثنين؟ لا 3 يعني الواحد ها؟ لا اجي ببيع واحد حبيبي، في واحد 500 زين بس ما في الا مكينه. تشليح هذا تشليح، شوف انا جاي الى ركز معي. ال 300 الاثنين وش رايك الاثنين تاخذها بخمسة؟ باسم منى؟ باسم الوالد كلها. والله ابد. قبل كل شيء يا جماعه الخير قلت خلني امر السكراب واساله لو بيع سيارتي السكراب كم يشترونها؟ السلام عليكم، مين شغل هنا؟ مرحبا. كم لو في سياره ابغى ابيعها سكراب مرسيدس 97؟
اهم شيء مسقطه ومعبرز مسقط لوحتها جمرك ما هي مسقطه. طيب يا جماعه الخير رحت سالتهم قال بتجيب 1450 1250 و650 1900، فتوقع التشليح هو انسب، في زياده 100 ريال في نص ملعق التشليح وخلاص نسلم موضوع للتشليح، لان راح نبيع بس سياره واحده. الان عندنا سياره ثانيه اللي هي الشبح 500، هذه يا جماعه الخير راح نعرضها للبيع عادي، ما راح نبيعها تشليح لانها كويسه مره زينه، وبرضه راح نبيع اللوحه. بس يا جماعه الخير الموت وين فيه؟ الموت يا جماعه الخير ان هذه 2000 من 16000 طالبينها مننا، يعني 14000 ريال باقي وعندنا 24 ساعه، يعني مدينا نعطيها يوم يومين، ولكن 24 ساعة ان حاصرين نفسنا اللي هو الوقت الوحيد للتصوير. كلمت بدكس يا جماعة الخير وقلت له، قلت له بدكس الله يعطيك العافية، نبغى الله يسلمك ننزل اعلان عن لوحة السيارة. طيب يا جماعة الخير عندنا اللي هو اول منتج اللي هي السيارة المرسيدس. طيب عنوان الاعلان مرسيدس اس 500، حلو حر السيارات الكل مرسيدس اس. موديل السيارة 1997 اعتقد. سيارة راح نعرضها للبيع ونكتب العنوان لوحة سيارة واو ميم واو والارقام 74. في ناس كثير قالوا ان هذه اللوحه خلينا نجيبها كذا يا سلام، اللي هي ومو 74، يقول انها تجيب مبلغ بنبيعها لحالها ونبيع السياره لحالها، هذه نقطه حلوه حرفيا. ونزلت لها برضو اعلان في السناب باذن الله يجون الزباين ونبيعها. الحين يا جماعه الخير بتكون عندي مهمه، وش هي المهمه؟ اني اطلع السياره برا البيت عشان اجهز 320 لو جت الدينا وجت السطحه تبغى تاخذها. فالان راح نطلع المرسيدس الكبير هذا. قبل كل شيء يا جماعه الخير، جماعه الخير طلع لي شيء ثاني، ايش اقدر ابيعها هنا مثل الجنوط والهوبات مثل الاشياء اللي موجوده هنا، القدر، الكمبيوترات القديمه اللي موجوده ورا. تقول فكرة مو ما هي بطالة، والله تجيب فلوس، ترى أي ريال راح يأثر حرفيا إنه يزود الميزانية بشكل شيء. أوه في مطور تحت يا سلام، أتوقع راح أطلع مبلغ مرة كبير من بيتنا. إيه حرفيا راح أطلع مبلغ. روح نبدأ الآن يا جماعة الخير، والله فكرة مو برالة. أنا بقدر أنسان عن الريوس نبدأ. طيب يا جماعة الخير نشيل كل شيء موجود هنا، نعم، لأن بنروح خلاص نعبي السيارة الآن. هذا الجار هنا يا جماعة الخير برضو في ريديترات، هذه تنباع بناخذها وبرضو نحطها في نفس الدتسن. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أرمي كذا حسة حلو الموضوع. طيب يا جماعة الخير عبينا المستبيشي نقفله، بسم الله الرحمن الرحيم، نطلع الآن نروح نبيع الأشياء اللي عبيناها. طيب يا ربع لا يعني لا تستهنون بأي شيء نفس كذا صغير، ترى والله العظيم في أشياء تجيب فلوس حنا ما ندري عنها. بعطيكم مثال، أتذكر قبل كانوا حق الشكامين يقولون في شيء جوا الشكمان إذا فكوا الدبة وفرغوها ياخذون الرصاص اللي جوا. المهم نفس كذا في أشياء تجيب فلوس حنا ما ندري عنها. يلا نروح للحراج أو نروح للمزاد، نروح الميزان يا شيري أنا، نروح الميزان يا جماعة الخير. بدران ظنكم ايش قاعد تسوي الحين؟ الله ما ادري ايش قاعد تسوي بدران. يا رب ان نبدع، يا رب ان نبدع ونجمع لنا فلوس ونخلص التحدي ونفتك. طيب يا جماعه الخير وصلنا للميزان، ما شاء الله والله عندهم اشياء مره كثيره. هنا جايب لي اغراض راح ابيعها عندهم، وعندهم برضو كذا شغله. شوف اللي هنا الاشياء الموجوده، اشياء باعوها الناس وخذوها واستخدموها حرفيا، يعيدون التاهيل بشكل كبير. هنا في غسالات، في اشياء تخص الحديد. نعم راح نبيع اغراضنا الحين. طيب يا جماعة الخير طلعنا من عندهم 70 ريال، حرفيا تعتبر ممتازة على جهد بسيط مرة. تدرون لو انت يوميتك 70 ريال، نقول يوميتك 70 في ساعة، ساعتك اللي قبل شوي اشتغلت فيها جبت 70 ريال، تدرون لو يوميتك زادت وصلت 100 في الشهر 3000، يعني لو اشتغلت 4 ساعات اوف في اليوم ممكن عادي توصل يوميتك 15000، ولكن تعب. يعطيك العافيه يا مدير. شكرا يا حليله. طيب يا جماعه الخير جاني على المغرب اللي هو حق التشليح عشان ياخذ السياره. جهزنا الان يا جماعه الخير نسحب السياره، ادري التصوير مره زفت بس اعذروني على الجوده لان ليل في لمبات صفراء وتسبب مشاكل. فالحين بنسحب باذن الله. ادري اني ابغى اصور انا.
يلا يا شيخ. شوف علق الحبل فيها كذا. اوكي والله طلعت. دقيقه دقيقه خلي كفر سيده. طيب يا جماعة الخير، حنا الآن في اليوم الثالث، خلوني أعلمكم وش صار خلال 24 ساعة اللي فاتت. بعنا المرسيدس وخلصنا منه اللي هو المرسيدس التشليح، بعنا واحد منهم اللي هو 320 حجمه 320، بعناه يا جماعة الخير ب 2000 ريال، بقى عندنا لوحة السيارة وبقى عندنا السيارة الثانية المرسيدس. لوحة السيارة يا جماعة الخير سيمت ب 9000، والمرسيدس الثاني بعد ما شافه حق التشليح اقتنع وشاف قال يعني في أشياء زينة يعني. آخر شيء قدرنا نبيعه فيه اللي هو ب 4200 ريال، ولكن متى راح نبيعه؟ إذا راعي اللوحة سلمني فلوسه، يعني عندنا 9000 من اللوحة وعندنا 4000 من المرسيدس الثاني و2000 حقه المرسيدس الاول و2000 من بدران، يعني نقول 2000 و2000 هذه 4000 و4000 المرسيدس الثاني هذه 8000 8000 زائد 9000 17000 ريال قدرنا نوصل لها، ولكن لازم نستلم الفلوس كاش عشان نضمن البيع. باقي لنا يا جماعه الخير بس 24 ساعه عشان نرسل المجهول رساله الموافقه. طيب يا ربع السلام عليكم، كيف حالكم طيبين؟ ارسلت على الايميل عده مرات حرفيا، ولكن ارسلت مره ثانيه ابغى اعرف وش التحدي الثاني، خلاص جمعنا 16000 حرفيا يا جماعه الخير ما رد علينا نهائيا. يا ابن الحلال التحدي، يا ابن الحلال خلصنا التحدي، باقي يا جماعه الخير ما يقارب 12 ساعه وينتهي الوقت. فجت على بالي فكره، قلت لازم اروح الكومنتات اشوف كومنتات المتابعين وش كانوا يقولون، هل في حل ثاني غير الشيء اللي قاعدين نسويه؟ حرفيا بموت قهر لو في شيء ثاني. احد الكومنتات هنا يقول عرفت، قال 16000 وست ايام وبعدين قال ست ايام مرة ثانية، يعني صار 1666. انا ما ادري كيف جابها 1666 ترمز لايش. اوكي يعني 16000 يعني 16 وستة وستة 1666. طيب هذا اقتراح مقبول. وفي واحد هنا يقول هذا لوجو مستر بيست الموجود في الشروط، ما ادري، واتوقع رقم الشفرة 2666 لان 16000 اذا قسمناها على ستة تطلع 2666. وبرضو هذا برضو اقتراح مقبول. واحد كاتب كومنت حلو مرة المقطع اسطوري مع الاسطورة لب قلب. يا جماعة الخير وهنا في تحليل، يقول تحليلي هو قال جمعوا يعني نجمع الارقام تمام، في البداية قال 6 وبعدين قال 16 وبعدين قال 6 تصير 6166. يا سلام. الشروط ما تاخذون مبلغ من اصدقائكم، يعني السلف ما هي بالفلوس، السلفة برقم الجواب. والله ممكن. وهل بدأ التحدي من أول وما استلمتوا الرسالة من الرد الآلي؟ ما فهمت. وهل بدأ التحدي من أول ما استلمتم؟ نعم بدأ التحدي من أول ما استلمنا الرسالة الرد الآلي. فالآن جماعة الخير راح نبدأ نجرب الحلول اللي موجودة في الكومنتات. هذا أنسب حل ممكن أقدر أسويه، لأنه حرام والله العظيم فضيت السور بعد جميع السيارات. فراح نبدأ نجرب تحرياتكم. أول شيء راح نسويه بنحطه فيه الله يسلمكم في مفكرة صغيرة. هذا الجواب الأول. نروح الحين لتحليلكم الثاني. راح أخلصها وأرجع لكم. حطينا جماعة الخير الأشياء اللي ممكن تتوقع أنها تيجي، اللي هي رقم 6166 اللي هي 6 أيام، والرقم الثاني 266 والرقم الثالث 1666. راح نجمع الأرقام هذه ونرسلها له على الإيميل وبإذن الله أنه يرد. طيب يا جماعة الخير شوفوا هنا حطيت الأرقام، راح أكتب هنا الجواب أحد الأرقام هذه. بننتظر يا جماعة الخير، حنا الآن الساعة 4 الفجر. طيب يا جماعة الخير أهلا وسهلا، أرسل لي بعد ما يقارب يا جماعة الخير 22 ساعة، أرسل لي أهلا فيوار، نعم الجواب 2666 أو 16000، يعني يقطع أم القهر وحرفيا تخميننا اللي كان قبل فترة. المهم يقول فقط أخبرتك في السابق أن تفكر خارج الصندوق، أنا رحت بعت كل شيء حرفيا عشان بس أوصل المرحلة ذي. الفلاشة رقم 2 وحاط هنا وحاط عندنا هنا إحداثية، هذه إحداثية يا جماعة الخير متأكد، أنا حاط رقم الصندوق A2 وكود التحقق وحاط لنا كود تحقق، أنا في انتظارك يا صديقي. خدت هذا يا جماعة الخير ونسخته، وأنا قاريها قبل لازم. رحت يا جماعة الخير وألصقته وبحثت عنه، طلع لي اللي هو يا جماعة الخير اللي هو البريد السعودي، الصندوق نفس اللي استلمت منه الرسالة في أول مرة. ما شاء الله ليلة الحين ليل والأجواء ممطرة بشكل، شوف الأرض مليانة ما تشوفوني ولكن يا جماعة الخير المطر يلا يا رب ان ربي يوفقكم ويكتب لكم الخير من حيث لا تعلمون ويسخر لكم الشديد ويخرجكم من ضيق الطريق الى اوسع يا رب العباد، يسهل عليكم كل ما تتمنون ويحقق لكم رغباتكم ويرزقكم رزقا ما تحريتوه ولا انتظرتوه. قولوا امين يا رب. بسم الله. بعد خير الحين الجو ممطر لابعد درجه، شوف
ممطر ممطر بما تعنيه الكلمة والله العظيم. أنا لبست ثوبي وكل شيء متجهز لأن الحين تجي صلاة الفجر، فقلت بأخذ الفلاشة وبعد الله يسلمكم لا إله إلا الله. هذا خير وصلنا. يا رب أنه مفتوح. أيوه ادري خايف اشوف الكاميرات فوق راسي متوتر عربيه. انا كذا شفت اشياء يعني احسها ما ادري، ولكن والله خدمه رهيبه حرفيا. انا استلمت الفلاشه الاولى من هنا من نفس المكان هذا بالضبط. فالان نروح الله يسلمكم للبيت ونشوف ايش داخل الفلاشه. طيب يا جماعه الخير، وصلتنا الفلاشه رقم 2، راح نفتحها الان ونشوف. والله العظيم اني متحمس. بسم الله. شوف لا خلني اقفلها يا اسامه، اقفلها وافتحها قدام كذا. يا ولد شوف عاد كيف تنفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفلاشه نحول على سطح المكتب. ثواني